حد من المتابعين بعت لي البرنامج ده، برنامج رائع جدا لكل المدرسين، هيسهل عليكم شرح بعض المفاهيم اللي صعب توصيلها للطلاب واللي صعب الطلاب يتخيلوها بتقنية الانيميشن وال3D. البرنامج ده متاح بشكل مجاني، هنتكلم عنه دلوقتي ازاي المدرسين يستفيدوا منه، وكمان الطلاب اللي مش حابين يبقوا بيذاكروا بس على ورق وحابين يتخيلوا ويشوفوا اللي بيدرسوه بشكل 3D ويستوعبوه بشكل افضل ويعرفوا تطبيقاته في الحياة عاملة ازاي. انا حسام الدين حسن ودي قناة تعلم اونلاين، لو اول مرة تتفرج علينا هنبسط جدا لو عملت اشتراك وان شاء الله تستفيد من المحتوى اللي بينزل على القناة، وياريت تساعدونا ان احنا نوصل الفيديو ده لعدد كبير ونوصل لاكتر من 500 لايك. البرنامج اللي بنتكلم عنه اسمه موزايك اديوكيشن او موزايك 3D او موز 3D. المهم احنا هنخش على البرنامج، هنعمل اكاونت مجاني، هنعرف برضو ده مع بعض في الاخر ان شاء الله. هنلاقي عندنا اكتر من مجال، هنلاقي الكيمستري، هنلاقي فيزيكس، هنلاقي تكنولوجي، بيولوجي، ماثيماتكس، هيستوري وغيره من المجالات. ولو ملاحظ احنا دلوقتي عاملينه بالانجليزي، لو حابب اقلب للغة العربية هروح على علامة اللانجوج فوق واختار اللغة اللي انا عايزها. دلوقتي هتلاقي كل حاجة باللغة العربية. خلونا كده نروح على الفيزياء وندور على موضوع بيهم طلاب ثانوية عامة بشكل كبير جدا وتخيله ساعات بيكون صعب، وهو المولدات والمحركات الكهربائية والفرق ما بينهم. بمجرد ما ادوس عليه هيقول لي افتح ال3D. طبعا انا دلوقتي على الخطة المجانية، فبيكون عندي 6 حاجات افتحهم في الشهر، وطبعا لو عملت اكاونت مجاني تاني هقدر افتح عدد اكبر من كده. طبعا في برنامج اللي هو موزايك 3D ده بحتاج ان انا اعمل له داونلود واسطبه علشان اقدر ان انا اشغل الحاجات بشكل 3D زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب هو دلوقتي فتح معانا، وزي ما احنا شايفين في موسيقى، طبعا احنا ممكن نقللها خالص او نقفلها لو احنا حابين، ممكن نقفلها بالشكل ده او ممكن نخليها، وفي بعض الحاجات اللي بيكون فيه ليها شرح. تمام، طبعا انا معايا ده 3D اقدر الف حواليه بكل سهوله. طبعا زي ما احنا شايفين ان احنا عندنا المولد وعندنا المحرك، والاثنين قريبين من بعض لكن طبعا مختلفين. واحد بياخد حركه يحولها الى كهرباء، والتاني بياخد كهرباء يحولها الى طاقه حركيه. طبعا ده عندنا هنا المولد، في ايد بتتحرك، السيستم ده بيبدا ان هو يلف ما بين المغناطيس، وبيبدا ان هو طبعا زي ما احنا شايفين بيولد كهرباء في الدائره الكهربائيه دي علشان المصباح ينور. طبعا حاجه من الحاجات اللي انا شخصيا في الفيزياء، برغم الحمد لله كنت ثانويه عامه جايب درجه عاليه في الفيزياء، كانت نسبيا صعب عليا ان انا اتخيلها، لان انا بشوف الحاجه بشكل ثنائي الابعاد. لو رحنا على مبدا العمل بتاع المولد الكهربي هنلاقي هنا شغال معانا بشكل 3D على عكس الرسمه بتاعه الكتاب بتاعه المدرسه اللي بتكون ثنائيه الابعاد. انا هنا قادر اتخيل محركه الايد اللي ورا هناك، زي ما احنا شايفين هنا الايد بتتحرك، وبنشوف بقى ايه اللي بيحصل. هنا عندنا اتجاه الحركه اهو، تمام، وعندنا التيار الكهربي اللي بيكون ماشي في الدايره، وزي ما احنا شايفين عمال كل ما الجزء ده يروح الناحيه الثانيه، يعني عدي نص دوره، بيبدا ان هو اتجاه بتاعه ينعكس. دي كان حاجه مثلا انا كان صعب اتخيلها، مش قادر اتخيل قوي لانه بحتاج اشغل دماغي واشوف الحاجه بتلف ازاي، ومش دايما كلنا بنقدر نوصل لها. فان انا اشوفها بالشكل ده هتثبت معايا المفهوم، وهقدر ان انا استوعبها وابقى فاهم الدنيا وراها واقدر احل المسائل بكل سهوله. طبعا برضو بيديني بعض الحاجات التانيه زي مثلا المولد هو شغال، وعندي برضو اكتر من نموذج اقدر اوريه للطلاب، او انا كطالب اشوفه بنفسي وبالتالي افهم اللي انا بدرسه ده ايه تطبيقاته في الحياه والهدف منه. طبعا برضو عندنا هنا المحرك الكهربائي اللي هو عكس المولد، وهنا المفروض ان انا بدي كهرباء والكهرباء بتتحول الى فورس، وعندنا هنا القاعده اللي كنا بناخدها في ثانوي اللي هي تقريبا قاعده اليد اليمنى، فعندي التيار في اتجاه والمجال المغناطيسي في اتجاه، وبالتالي عمودي على الاثنين دول بيكون اتجاه الحركه، وزي ما احنا شايفين مع كل نص دوره برضو بيبدا يقلب. هنا الطالب بيقدر يستوعب الحاجه ويستفيد منها بشكل ممتاز جدا. طبعا لو رحنا بصينا برضو على الفيزياء هنلاقي مجالات مختلفه وموضوعات مختلفه، تم ثانوي، ابتدائي، اعدادي، حتى جامعه، في حاجات احنا هنا درسناها في الجامعه وكان برضو صعب علينا تخيلها، لكن لما نشوفها بشكل 3D او بشكل ثلاثي الابعاد الموضوع بيكون افضل بكتير. وهنا عندنا مثلا المولد الكهربائي اهو بس للمستوى بتاع ابتدائي، اللي هناك ده يمكن ثانوي او جامعه، هنا ممكن يبقى ابتدائي اكتر. طبعا عندنا برضو حاجات هنا زي ما قلنا في التكنولوجيا، بتتكلم عن 3D برينتنج مثلا، القطارات السريعة، المحرك النفاث، وموضوعات تانية مختلفة ممكن تكون في المنهج او بره المنهج، فأولياء الامور والمدرسين اللي عايزين يساعدوا الطلاب هيفيدهم الموضوع ده جدا. عندنا برضو حاجات مختلفة في الرياضة، الرياضة احنا بناخدها عادة كمسائل، وفي بعض الحاجات اللي بتبقى محتاجة تخيل، فلما احنا ندرس الموضوع بالشكل ده بشكل 3D هيكون الموضوع اقوى كتير. طبعا انا ما فيش وقت كافي للفيديو هنا ان انا اجرب كل حاجة، فده هسيبه لحضراتكم. يا ريت الحاجات اللي تجربوها وتعجبكم تشاروها مع مدرسين زملائكم مع الطلاب، وكمان تكتبوا لنا تحت في التعليقات لو جربتوا مع بعض الطلاب ايه كان رأيهم وهل الموضوع فادهم ولا لا. برضو لو رحنا هنا عند الجغرافيا هنلاقي موضوعات مختلفة، مثلا
مثلا حاجه عن التلوث البيئي، حاجه عن ظاهرات طبيعيه زي الاعاصير، موضوع مثلا عن القمر، موضوع عن بلدان العالم بشكل عام، المصطلحات الجغرافيه الطبيعيه المختلفه، الزلازل، موضوعات كتير تهم الماده دي. ولو رحنا على التاريخ برضو هنلاقي حقب مختلفه وازمنه مختلفه ومناطق مشهوره عالميه زي سور الصين العظيم واماكن تانيه كتير. عندنا برضو هنا مسجد ايا صوفيا، لو دخلنا عليه برضو نقدر ان احنا نشوفه بشكل ثلاثي الابعاد زي ما احنا شايفين، بيورينا الموديل بتاع المسجد من بره. وبرضو في بعض الحاجات المختلفة، يعني انا لو دوست دلوقتي على جولة هنا هقدر ادخل المكان واتحرك فيه والف فيه بشكل يعني ثلاثي الى ابعاد. ممكن برضو نشغل الموسيقى هنا لانها طيب. لو بدأنا نلف في المكان هقدر ان انا اشوف المكان وحرفيا اكني موجود هناك، واقدر ابص على الاشكال المختلفة اللي موجودة. فطبعا تجربة لطيفة جدا ان الطالب يدخل المكان ويلف فيه ويشوفه. وبالمناسبة احنا جربنا حاجة زي دي قبل كده بنظارة الواقع الافتراضي اللي هي الاوكيلاس كويست 2. دخلنا هنا ايا صوفيا وانا كنت حرفيا حاسس ان انا موجود جوه. بصراحة الموضوع تجربة كانت رائعة جدا، هسيب لكم الفيديو ده في الوصف بحيث تعرفوا اكتر ازاي التعليم ممكن يبقى افضل بكتير جدا باستخدام الواقع الافتراضي او الفيرتشوال رياليتي. طبعا هنا برضو بيكتب لي بعض الحاجات اللي ممكن تهمني عن المكان نفسه، زي مثلا المنبر هنا، وممكن حتى يديني بعض التفاصيل عنه. فده برضو شيء بيكون لطيف توضيحي للمكان. فلو حضرتك مدرس تاريخ مثلا وبعض المعالم دي بتكون مهم جدا انك تعرفها للطلاب، فبالشكل ده بيكون رائع جدا وحاجة الطلاب هيحبوا انهم يتعلموها ويدرسوها وهتثبت في دماغهم بشكل كبير جدا. لو رحنا على الكيمياء هنا هنلاقي ان في برضو موضوعات مختلفة تهم الطلاب، لانه الكيمياء احنا ما بندرسها بشكل ثنائي الابعاد وفي تفاعلات بتحصل وحاجات فيها حركة ونشوفها من غير حركة، بيبقى الموضوع صعب جدا تخيله واستيعابه وفهمه. لكن لما اشوف الحاجة بشكل ثلاثي الابعاد زي مثلا حالات المادة، عندنا صلب، غاز، سائل، بلازما وغيره من حالات المادة، لما ابدا ان انا اشوفها بشكل ثلاثي الابعاد وازاي المادة تغير من حالة الى اخرى بيكون الموضوع اسهل بكتير استيعابه وفهمه. نيجي بقى لكيفيه استخدام البرنامج. كل اللي عليك انك تدخل على الموقع بتاع موزايك 3D وهتلاقيه في الوصف تحت، هتروح وتدوس على جربه الان لو انت عامل لغه عربيه او فري ترايل او ترايت فور فري. هتروح عند حساب مجاني وتدوس على الكلمه اللي تحت دي، اختار اي موضوع وتدوس على اوبن ان 3D. طبعا انت لو مش عندك البرنامج، وده غالبا اللي هيكون حاصل في الاول، هيطلب منك انك تحمله، فهتختار ان انت تعمل تحميل ليه او اول ما ينزل تفتحه وتعمل سيت اب تكمل للاخر. موضوع بسيط جدا، بعد كده هيظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده انك تفتحه في البرنامج بتاع الفري دي، وتقدر تفتح الحاجه بكل سهوله. طبعا انا دلوقتي مش عامل تسجيل دخول في البرنامج، لكن لو انت عملت، لو طلب منك في مرحله من المراحل انك تعمل حساب، هتدخل تعمل حساب مجاني عادي خالص بالاكونت بتاع جوجل بتاعك او الجيميل يعني، وهيسمح لك بانك تفتح 6 تجارب ثلاثيه الابعاد في الشهر. طبعا لو خلص منك قدامك انك تعمل سبسكريبشن او اشتراك، والاشتراك بتاع المدرسين على حد علمي ان هو بيكون 80 يورو في السنه، تقدر تستخدمه براحتك تفتح كل التجارب اللي انت عايزها وتشرح للطلاب بتوعك بسهوله. ولو كنت حضرتك مثلا مدير مدرسه او هتستخدم البرنامج ده للمدرسه كلها، فبتقدر انك تاخد خصومات للفصل بتاعك او للمدرسه بشكل عام. ده كان كل حاجه للفيديو بتاعنا، ارجو ان شاء الله ان هو يكون افادكم وعجبكم. يا ريت ان انتوا تساعدونا في ان احنا نوصله لعدد كبير من المدرسين والطلاب، فيا ريت تعملوا له شير، وهكون مبسوط جدا لو عملتوا لايك للفيديو. ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا دلوقتي، ولو في اي اسئله عندكم اكتبوها لنا تحت في التعليقات.